يسعد طلتكم يا بنات بكل خير. من ضمن الأسئلة اللي جات واحدة تقول باركينج 90 مدوخني، دخلت مرة فحكيت في السيارة بعدها حرمت أسوي باركينج 90 أبدا. طيب يا بنات خلونا نشوف مع بعض الغلط اللي غلطته وخلها تحرم إنها تسوي باركينج 90 مع أنها سهل. عاملة الباركينج 90 معاملة الموازي. كيف؟ التسعين لازم أكون بعيدة من السيارات. هنا ليش حكت؟ لأنها عاملتها معاملة الموازي. إيش الموازي؟ راح أشرحها بعد سنابة. هذه عاملة التسعين معاملة الموازي، الموازي أقرب قد ما أقدر من السيارة عشان أرجع بالريوس ويكون وقفتي طولي مع السيارات، ما أطلع برا خط الباركينج. التسعين لا، إيش اللي سوته؟ هي سوته أنها قربت وعاملتها معاملة الموازي، فلما لفت دركسونها فل كامل قربت أوكي، فحكت سيارتها تبي تدخل فحكت سيارتها في السيارة. هذا غلط يا بنات، هذا الخطأ يا بنات. طيب إيش الصحيح؟ الصحيح أنه دائما في المواقف دائما نشوف مسار رايح ومسار معاكس. طيب أنت لما تجين تشوفين باركينج، أول خطوة أنك تعطين إشارة يمين للباركينج اللي أنت بتدخلين فيه ليت للتنبيهين السيارات الخلفية أنك راح تسوين باركينج. طيب الخطوة الثانية، إذا كان في سيارات معاكسة أستنى السيارات أخفف في مشيتي وأستنى السيارات بس تعدي، هنا أجي عند الباركينج وأبعد عنه بالطريقة هذه وألف دركسوني بشكل بسيط لجهة اليسار، بعدين أرجع الدركسون فل كامل على جهة الباركينج اللي أنا راح أسوي فيه لجهة اليمين، بعدين أدخل بكل سهولة. هنا أضمن يا بنات أني ما أحك لا في السيارة على اليمين ولا في السيارة على اليسار. ليه؟ لأن كل ما عطيتي روحك مساحة أكبر لجهة اليسار كل ما كان دخولك سهل والعكس صحيح يا بنات. حتى لو في جهة اليمين أعطي روحي مساحة لليسار، كنت في جهة اليسار أعطي روحي مساحة لليمين وسلامتكم يا بنات. نجي العمل الموازي بالريوس بين سيارات بالخلف، يختلف اختلاف كلي عن التسعين. التسعين كل ما بعد كل ما صار أفضل لدخولي، الموازي لا يختلف، لازم أكون قريبة جنب السيارة اللي راح أصف وراها بالخلف، يعني تقريبا نص متر، يعني لو فتحت بابي راح يلمس السيارة. هنا أرجع بالخلف وأنا معطية إشارة للباركينج اللي أنا راح أسوي فيه اللي هو اليمين، أرجع لين مراية تجي منتصف السيارة اللي واقفة، حلوين، ألف دركسوني فل كامل لجهة اليمين، وأرجع بلطف 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 أوكي إلين أشوف في مرايتي كفري لامس الخط، أو وأنا جالسة مرايتي صارت في استقامة اللمبة الخلفية للسيارة اللي واقفة، يعني في استقامة كذا أوكي. هنا ألف دركسوني فل كامل على الجهة اليسار وأدخل بكل سهولة، هنا أضمن أن سيارتي تكون مستقيمة مع السيارات الواقفة. هذا الصح في الموازية بنات. نجي الحين نشوف الخطأ العمل الموازي اللي كثير من البنات يقولون ما يضبط معنا الموازي. ليش؟ لأنه خلت لها مسافة كبيرة، لما تيجي تعمل تسوي موازي سوت مسافة كبيرة، ما نحتاج المسافة هذه كلها كبيرة. المسافة الكبيرة العمل الموازي لما ترجعين بنفس الخطوات اللي أنا طبقتها قبل السنابة هذه، لما تجين ترجعين وتسوين دركسونك فول كامل جهة اليسار وترجعين سيارتك راح تصير بالطريقة هذه، الطريقة غير نظامية، السيارات واقفة كلها في استقامة واحدة إلا أنتي شاذة طالعة على الشارع وفي عرقلة للسير. الصحيح يا بنات نفس السنابة اللي قبل هذه اللي أنا سويتها، كل ما كنتي قريبة جنب السيارة اللي جنبك في الموازي حلوين، كل ما كان دخولك نظامي وموازي للسيارات اللي جنبك. هذا الصحيح يا بنات، سلامتكم.